بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي، هناك ملاحظة أولية تتعلق بصفحتي الرسمية. صفحتي الرسمية الوحيدة التي أمتلكها هي بوشاشي مصطفى ومكتوب باللغتين، وأي صفحة أخرى فهي ليست صفحتي الحقيقية. هذه ملاحظة أولية. ثانيا، أريد أن أعتذر للمشاهدين الكرام، للمشاهدات، أنني لم أتواصل معهم منذ أكثر من 3 أيام، وكان ذلك بسبب سفري إلى الجنوب للالتقاء بالمواطنين. اليوم حكي لي على الحراك الذي وقع في العاصمة وفي كثير من المدن. أريد أن أشيد باستمرارية الحراك بسلميته. أريد أن أعبر لكم عن اعتزازي الكبير بأننا كما قلنا منذ 22 فبراير إلى اليوم يجب أن تكون سلمية، ولكن أكثر من ذلك بعد مرور أكثر من 6 أسابيع يجب أن تكون هناك استمرارية، لأننا لم ننجح بعد، ويجب أن نستمر إلى أن يسمع صوت هذا الشعب. لكن في نفس الوقت أريد، في 48 ساعة الأخيرة هناك أحداث وقعت وأريد أن أعلق عليها، أشارك إخواني أخواتي رؤيتي إلى هذه التطورات الأخيرة، وأبدأ ببيان الجيش الوطني الشعبي ليوم 30 سبتمبر، واللي بعد أن استمعنا إلى بيان سابق الذي يتحدث عن المادة، عن تفعيل مادة 102، لاحظنا في البيان الأخير بأن الجيش الوطني الشعبي يتحدث عن تفعيل المادة 102 ولكن مقرونة بالمادتين 7 و8، و نحن نثمن هذا البيان واللي ينصب في مطالب الحراك الشعبي، وهو أن هذه المرحلة الانتقالية يكون أن يكون للشعب الجزائري رأي وأن يكون سيدا فيها. على هذه نثمن هذا البيان الأخير، لأن يقول بأن يجب أن تؤخذ في كل القرارات المستقبلية إرادة الشعب الجزائري، وهو السيد وهو فوق الدستور وفوق القوانين، لأنه هو مصدر السلطة، ولا مكان لتفعيل المادة 102 بمعزل عن المادة 7 والمادة 8 من الدستور الجزائري. ولكن إخواني أخواتي، أريد أن أضيف شيء. نحن نثمن بيانات الجيش الوطني الشعبي منذ أسابيع، لنا نعتقد بأنه انحاز إلى الشعب الجزائري المطالب بالذهاب إلى ديمقراطية حقيقية. لكن كثير من المواطنين اليوم يتساءلون، هل هذه مجرد بيانات؟ نريد أن نرى في المستقبل أفعالا، نريد أن نرى إجراءات حقيقية فيما معنى تفعيل المادة 7 والمادة 8، وأن تكون مرحلة الانتقالية الشعب هو السيد فيها من خلال حكومة انتقالية تكون توافقية، يطمئن الشعب الجزائري أنها لن تخدعه ولن تزور إرادته في الانتخابات المستقبلية. لقد خرج يوم 22 فبراير إلى اليوم من أجل هذا. على هذه أتمنى أنه في القريب العاجل نجد أفعال وإجراءات أخرى تتعلق بتفعيل مادة 7 و8 من الدستور. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها وهي تشكيل الحكومة البارحة. الجزائريين والجزائريات تفاجأوا بمرسوم تشكيل هذه الحكومة. الكثيرين ذهبوا في مواقع التواصل الاجتماعي التعليق عن بعض أعضاء الحكومة،
أنا لا أريد أن أذهب إلى هذه الجزئيات. نحن متفقين على أن لا يمكن لهذا النظام أن يشكل حكومة. هذه الحكومة هي التي ستنظم الانتخابات المقبلة. جاء في مرسوم تشكيل هذه الحكومة بأن هذه حكومة تصريف أعمال. هذه ليست حكومة تصريف أعمال، والمهم هو ليس عمرها 3 أشهر أو 4 أشهر ونصف فقط. الإشكالية والخطورة تكمن بأن السيد بدوي الذي كان دأب على تزوير إرادة الشعب الجزائري منذ أن كان وزيرا للداخلية، أنه هو الذي سيقوم بتنظيم الانتخابات المقبلة في غضون 3 أشهر. نحن نقول والشعب الجزائري يقول بأن لا يمكن لحكومة يقوم النظام بتشكيلها أن تنظم حياتنا المستقبلية، أن تقوم بخلق لجنة لمراقبة الانتخابات، أن تقوم بتنظيم الانتخابات، لأن التجارب الماضية علمتنا جميعا بأننا لا يمكن أن نطمئن إلى هذا النظام السياسي. وتجارب كبيرة والتجارب اللي عرفناها في تزوير الانتخابات منذ أكثر من 20 سنة واضحة للعيان. على هذه نقول بأن بدون الحديث عن الأشخاص اللي يشكلوا الحكومة، احنا نقول باللي هذه الحكومة لا حدث ولا يمكن أن نقبل بها لتنظيم هذه الفترة الحرجة المتعلقة بمستقبل الجزائر. أعرف بأن الحيلة اللي يحبوا الحيلة لن تنطلي علينا، لأن الهدف من إصدار مرسوم بتشكيل حكومة وبعد ذلك استقالة الرئيس معناه أن في هذه المرحلة الانتقالية بعد استقالته والشهور لا يمكن لأي جهة أن تشكل حكومة، أن تعدل هذه الحكومة. على هذه يريدون لنا أن النظام يستمر بطريقة أخرى من خلال هذه الحكومة. على هذه نقول باللي رأيي في الموضوع بأننا لا يمكن أن نقبل بهذه الحكومة، وهي لا حدث ومرفوضة شكلا وموضوعا دون النقاش عن مستوى الأشخاص أو قوة الأشخاص الذين يشكلون هذه الحكومة. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها، النقطة الثالثة العفو الذي أريد أن حتى هو بيان رئاسة الجمهورية اليوم، والذي يتحدث بأن الرئيس سيستقيل قبل 28 أفريل. أنا نقول بأن الرئيس مغيب وربي يشفيه، والجزائريين لم يستمعوا إلى الرئيس ولا يعرفون ما هي أوضاعه الصحية. الشيء الأكيد بأن الأشخاص الذين يحيطون بالرئيس سواء كانوا يحتلون مناصب أو لا يحتلون مناصب حقيقية في هرم الدولة هم الذين يتصرفون باسمه. والبيان الصادر اليوم عن الرئاسة بأنه سيصدر قرارات مهمة في المستقبل، نقول بأن الشعب الجزائري لا يريد أي قرارات، لا يعتبر بأن الرئيس الجمهورية الذي لم يحدثهم منذ أكثر من 7 سنوات هو في حكم المستقيل، وبأن لا يريد أي قرارات مستقبلية تنظم مستقبلنا. وبالتالي نريد فقط من الإخوة أن لا تنطلي عليهم هذه الحيلة بأننا لا يريدون شعورا حقيقيا، لا يريدون انسدادا في مؤسسات الدولة. نقول بأن الشعب الجزائري الذي خرج يوم 22 فبراير قادر وأعطى مثالا وأشهد عليه العالم بأنه باستطاعته أن ينظم هذه المرحلة الانتقالية اللي تحدثناها في عديد من المرات بأن ممكن جدا
أن يكون هناك رئيس دولة فردي أو جماعي للقيام بهذه المرحلة الانتقالية، وحكومة تنشأ نتيجة مشاورات واسعة. هذه الحكومة تتشكل بعد هذه المشاورات، يمكن للجزائريين أن يطمئنوا عليها، ومهمتها هي ليس الحكم وإنما تنظيم انتخابات، وتنظيم انتخابات ليلقى الشعب صوته فيها، ليلقى تطلعاته في هذه الديمقراطية. على هذه أهيب بالهذا بأهيب بالإخوة اللي حاكمين البلاد، واللي لاحظنا في 48 ساعة الأخيرة هناك صراعا حقيقيا بين عصب النظام، دون أن يبالوا بمصير هذا الشعب، دون أن يبالوا بمصير هذه الأمة. هذه الصراعات وما يمكن أن تجنيه على الجزائر من خطورة، أنا نقول نتمنى أن يذهبوا بسلام، ولكن في نفس الوقت لن نسمح لهم بأن ينظموا مستقبلنا، لن نسمح لحكومتهم أن تنظم الانتخابات. ما هي وسائلنا للرد على هذه المناورات وهذه الحيل التي تريد الالتفاف على حراك الشعب الجزائري؟ وسيلتنا الوحيدة هي السلمية، هي الاستمرار والتفكير مستقبلا في كيفية إيجاد وسائل أخرى. لن يستفزونا، لن نذهب إلى هذا النوع من الاستفزازات، سنبقى هادئين مسالمين. لدينا مسؤولية تاريخية، مسؤوليتنا التاريخية اليوم جميعا كجزائريات كجزائريين كشباب، بأننا أعطينا مثالا رائعا مثلما أعطاه أباؤنا مثالا رائعا في ثورة التحرير. أعطينا مثالا رائعا على السلمية، على الحضارية، وبأننا سننتصر وسنستمر إلى أن ننتصر. وأنا متأكد بأننا سنستمر في حراكنا، سنستمر في مسيراتنا السلمية، سنفكر جماعيا في وسائل أخرى بعد ذلك لمحاولة أن هذا النظام لن يسرق منا هذه الثورة السلمية. أعتقد بأن الكل واعين إلى مسؤوليتنا جميعا، إلى مسؤولية الشباب. البعض يعتبر بأن هذه الثورة السلمية هي مجرد خروج يوم الجمعة. يجب أن نعلم جميعا ونقدر جميعا بأنها لا توجد في تاريخ القرن العشرين وفي جميع الدول شعب امتلك مصيره بيده ودافع عن هذا المصير بطريقة سلمية ردت لنا الكثير من الكرامة، الكثير من العزة. إننا عندما نسير، يسير أبناؤنا في الجزائر وفي قسنطينة وفي كل الولايات، ويسير أبناؤنا في باريس وموريال وفي لندن وفي جميع المدن الكبرى في العالم، هؤلاء أبناؤنا الموجودين في كل بقاع العالم ينتظرون نجاح هذه الثورة المباركة، ليعودون جميعا لبناء هذا الوطن. وخريطة طريقنا بسيطة جدا، نريد أن ننظم هذا المستقبل بحكومة توافقية، برئاسة جماعية أو فردية نقبلها ونطمئن إليها. ولا نطلب من الإخوة الذين يتصارعون اليوم ويحاولون الالتفاف على حركتنا السلمية، على ثورتنا السلمية، لا نريد منهم أي شيء، لا نريد منهم قرارات، لا نريد منهم إجراءات، نريد منهم فقط
أن يتركونا وشأننا. لقد أفسدوا الوطن، لقد أفسدوا سمعة الجزائر لفترة طويلة. لن نسمح لهم بالاستمرار في إفساد الوطن وإفساد سمعة هذا الشعب وإفساد سمعة الثورة التحريرية المباركة. شكرا إخواني أخواتي، شكرا لكم، وأتمنى أن ألتقي بكم قريبا في حديث آخر.